لقيت سيدتنا ربما كانت اللبنه الاولى ديال انطلاق هاد الفكره هذه، باعتبار ان الماء عنده ارتباط وثيق بالمغروسات. السي احمد، يعني في خضم هذه الحمله هذه شفنا التفاعل ديال الكل مع هذه الحمله، ابناء زايو داخل وخارج ارض الوطن، وشفنا التفاعل ديالكم الايجابي مع هذه الحمله. ربما غادي ندي لك بواحد يعني في البدايه غادي نسولك على الفكره كامله، كيفاش كتشوفوها انتم؟ يعني شنو هو البرنامج يعني البرنامج ديالكم؟ عاد نمشيو ربما نهضروا على الميزانيه المخصصه باش، ولكن البدايه بغينا نشوفوا الفكره ديالكم كامله لتجاه هذه المبادره هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية بغيت نشكر الإخوان في زايو سيتي بوانيت على الاستضافة، وبغيت نشكر كذلك بالمناسبة بالحضور ديالو معنا الأستاذ السي حسين المقليد، بطبيعة الحال السي حسين المريني اللي حضر معنا. ويعني هذه المبادرة احنا كمجلس لما كانت في البداية ديال هذه الجعلة الخضراء، حنا بحكم متواجدين في الجماعة كنتبعوا الأحداث اللي كتوقع في المدينة، وحبا ذاك الحب ديال الاستطلاع لابد من نبغيو ندخلوا فيه مباشرة. علاش؟ لأنه من المجتمع المدني كنحاولوا نبنيو المسار ديالنا التنموي داخل المدينه كأرضية باش نبنيو عليها، ومجموعه الافكار اللي كنشوفوها كيطرحوها المجتمع المدني وكنتبناوها وكنحاولوا ننجحوها ونخرجوها للواقع. يعني مبادره طيبه، المجلس ككل استحسنها، وخاصة جات من مجموعة الفعاليات اللي كاينة في المجتمع ديال مدينة زايو، من أبنائها ومن شبابها وشيوخها ونسائها، يعني ربما ينفع يتفاعلوا معها كاملين. ويعني في الحقيقة مشكور الإخوان اللي كنفكروا مزيان في هذه المبادرة. بخصوص هذا نجعلها خضراء، بغينا غير نشير واحد النقطة نرجع شوية للنور، هو أنه مدينة زايو هي معروفة بالحدائق ديالها. كانت يعني قبل كما قال السي مصطفى في التدخل ديالو في البداية، كانت مجموعة الحدائق ديال الموجودة في زايو كانت يضرب بها المثل في المنطقة ديالنا، المنطقة الشرقية، بما فيها كما سماها السي مصطفى البارك الصغير البارك الكبير الى اخره، هذو كانوا متواجدين. لكن بعد هذو مدينه زايو ولات كتسخر بالمناطق الخضراء حاليا، يعني راه كاين الا بغينا نقولوا راه مدينه زايو راه تقريبا الخضراء كلها. ما نساوش هذه الفكره، لانه كاين حدائق متعدده، كاين مثلا الا مشينا لسكرافور كاين حديقه العموميه، كاين في حي الجديد الايكولوجيا، كاين في وسط المدينه حقيقه حديقه لالا مريم ولا عائشه، وكاين المغرب العربي، وفي جميع الاحياء كاين حدائق. مثلا كاين ديال شارع النصر، المنطقة هي حديقة يعني خضراء بامتياز، زائد أنه جميع، وهذا هو اللي خصنا نمشيو فيه، هو أنه جميع شوارع المدينة يتبدو خضراء. يعني إلا مشيتي مثلا شارع عمود الخميس فيه الأشجار، مشيتي للشارع ديال الاستقلال فيه الزلاقة، جميع الأزقة والشوارع الموجودة في المدينة فيهم أشجار، لكن مساحات صغيرة خضراء، مساحات خضراء مزيان. ولكن هذه الفكرة اللي جات ديال نجعلها خضراء في المحيط ديال المدينة، وكذلك عندنا بعض المداخل، هذا هو انا ربما ما عرفتش انتم يعني البرنامج ديالكم كيفاش غادي يدار، ولكن بالنسبه لنا حنايا نشتغلوا مع المجتمع المدني بصفه عامه كجماعه. عندنا واحد المصلحه اللي خاصه بالاغراس والنظافه، اللي تقدر عندها اليات وعندها ميكانيزمات باش تشتغل، وعندها العمال وعندهم الحفر الى اخره، زائد اننا عندنا يعني في الجماعه اولويات. الا بغيت نقولوا بحال مثلا الا بغينا نبديو مثلا الا دخلنا للمدينه، انا ما عرفتش البرنامج ديال نجعلها خضراء واش غيتكون غير في سطح الجبل ولا غيتكون غيتشمل كلش. بالنسبه لوسط المدينه اول حاجه نركزوا عليها هو اننا خصنا نوحدوا النوع ديال الاشجار. ملي كندخلوا في شي شارع غادي نلقاو مثلا الفيتيس، خصنا ذاك الشارع يكون كله فيتيس. أيه. مثلا الا كان الاخوان ارتاوا انه شي شارع يديروه بشي نوع اخر ديال الاشجار خص يتوحد. ولا شفتوا انتم مؤخرا خدينا واحد المقرر ديال المجلس انه نستبدلوا واجتثاث الاشجار المثمره باشجار غير مثمره للتزيين. هو للتزيين من ناحيه المنظر،
وللتزيين كذلك من حيث الاخضرار. نعم. لان كاين الاشجار اللي هي دائما مخضره وكاين الاشجار اللي هي كتعرف يعني الموسميه كيكون نعم. فيها كتتساقط الاوراق ديالها. هذه فكره يعني كبدايه، ولكن الى نزيدوا نشوفوا الاسئله ديالكم اكثر ونجاوبوا عليها. نعم ربما عندي واحد الملاحظه سي حنان، يعني في خضم هذه الحمله والتفاعل ديال المجتمع المدني لاحظت من خلال الميزانيه ان يعني شراء الاغراس والاشجار ناقص على السنه الماضيه، الميزانيه ديال السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت 100000 درهم، اليوم 75000 درهم. وحتى بالنسبه لصيانه المناطق الخضراء بقات هي يعني في الحقيقه يعني كمجتمع مدني كنا كنتوقعوا ان مثلا صيانه المناطق الخضراء ترتفع، شراء المغروسات ترتفع. يعني هذه ملاحظه ربما اللي عندي على الدورات ديال اكتوبر الاخيره. مزيان. لا غير بخصوص الانخفاض ديال الميزانيه ديال التشجير في 2024، شنو هو السبب؟ لانه ديك 100000 درهم اللي كانت عندنا 10 مليون سنتيم ما صرفناهاش، يعني غادي نصرفوها في اخر السنه الماليه ديال 2023 وغادي تلحقها ديال 2024، بمعنى في ظرف شهرين غادي نصرفوا واحد 17 مليون و500. هو اللي خلينا الميزانيه لان راه متزامنه في وقت واحد غتقدر تصرف في قطره. هذا هو علاش حاولنا. زائد انه الميزانيه ديال المجلس انتم كتعرفوا الميزانيه ديال المجلس ميزانيه بسيطه وميزانيه على قد الحال كما يقولوا، ولكن مع ذلك كنحاولوا نبرمجوا مسائل اللي هي خدمه للمواطنين. حسب بالنسبه للتشجير حنا هذيك 100000 درهم اللي درنا غادي نحاولوا نديروا الطريق ديال حاسي بركان، نحاولوا ربما في واحد اسبوعين على ابعد تقدير غادي نديو ذاك الطريق، ثم غادي نحاولوا ما يمكن المداخل ديال المدينه نشجروهم بنباتات او اشجار تكون مثمره، تكون يعني للتزيين وتكون موحده دائمه الاخضرار. وانتم كنتم شفتوا بزايو كي قال السي مصطفى في التدخل ديالو في البدايه قال بانه ذاك النوع ديال الاشجار اللي درنا في مدينه زايو ذاك الفيكيس كيعطي واحد الجماليه. أيه. كيعطي اولا الظل ودائما الخضراء وكتعطي النظره ديال الناس. ولا شفتوا انتم في الشارع من الخامسه كنجيو من بركان أيه. من كتدخل كتلقى ذاك النوع ديال الاشجار زعما صراحه يعطي النظره. السي حميد مؤخرا جماعه زايو يعني خدات المبادره ديال تاهيل مجموعه من المناطق داخل مدينه زايو واللي جات تزامنا مع الحمله ديال كاين برج الحمام، مجموعه من المساحات الخضراء، بعض الشوارع اللي غادي تتم يعني غادي يكون محاور جديده في وسط المدينه. واش خديتو بعين الاعتبار يعني هذه الحمله هذه ديال اللي نجعلها خضراء بحال مثلا الا شفنا برج الحمام في الحقيقه ذاك الفضاء المقابل ليه يعني غادي يكون واحد الفضاء اخضر رائع. الا كان واش كاين هذه الفكره يعني حاضره عندكم في هذا الباب هذا؟ بخصوص هذا الموضوع ديال اللي واحد المشروع اللي تحت الصفقه ديالو مؤخرا، هذا المجلس بناء كما قلت سابقا على الترشيح باش تحسن بناء على الافكار اللي كانت تروج سابقا في المدينه من طرف المجتمع المدني من طرف السكان الممثلين ديال الساكنه كلهم كانوا يناديوا باصلاح برج الحمام ثم وسط المدينه حدا الباريد، وكانوا يهضروا على ديك المداره ديال سلامه وذاك الفضاء الاخضر اللي في الطريق الوطنيه. مدار سلامه هي الباك الصغير احنا خذينا على العاتق ديالنا الافكار ديال الناس واش نترجموها للواقع، بقينا كنشتغلوا على هذا الملف بطبيعه الحال دي سنتين تقريبا وحنا كنشتغلوا عليه، خرج اليوم للوجود واحد البلاط تقريبا راه فيه واحد 900 مليون سنتيم، حوالي 900 مليون سنتيم، واللي فيه اربعه ديال الاماكن. اول المكان الاول هو برج الحمام اللي غادي تشوفوا يعني في يعني الصوره ديالو فين كاين حاليا ذاك السور الجدار اللي كاين محاذي ليه، غادي يترمم وغادي يتصاوب مزيان وغادي نحاولوا مع مكتب الدراسات باش ذاك الجدار ربما غادي يطيح ولا شي حاجه خصنا نديروا له اعمده بالاسمنت وبالحديد باش يبدا مزيان عمل جديد. ثم غادي يكون تما في الجانب ديال البرج غادي يكون واحد الممر بالزليج وكذا، وغادي يكونوا تما الاضواء غادي يشوفوا يضربوا بحال دي بروجيكتور غادي يضربوا في سميتو في برج الحمام، ملي تكون جيت الملعب غادي يبان لك تما في ذاك الاضواء بحال اللي كاينين في 24 ساعه كاينين. ثم غادي يكون تما تحتو غادي يكونوا زوج ديال الممرات
الدروج غيطلعوا من الجهه اليمنيه والجهه اليمنى عاود كاين الدروج باش يؤديوا لك البرج الحمام. تحت غادي يكونوا تما يكون تما فضاء اخضر اشجار هو بالتفصيل يعني بطبيعه الحال يكون فضاء اخضر ويكونوا فيه كراسي هكا باش يجلسوا الناس اللي ساكنين تما الى اخره. غادي يكون مقاعد تما ديال الجو غادي يكونوا مساحه خضراء بامتياز يعني ويعطي واحد المنظر تما هائل ان شاء الله بحول الله. ثم غادي نمشيو للفضاء اللي كاين على الطريق الوطني كذلك اللي قباله نقاه الروبيو وديك نقاه ديال بودوز الى اخره تحت القمضه. غادي كذلك كلار في الاشجار من داك فيه الصفصاف النوع ديال الصفصاف غادي نحاولوا نحافظوا غادي يتم الاجتهاد ولكن نحاولوا نخليو فيه بعض الاشجار باش تبقى بحال نحافظوا شويه على التراث ديال ديك المنطقه ما نقلعوش الصفصاف كله غادي نخليو تما عينه قليله بحال اللي غنديروا برج الحمام الا راه شفتوا فيه تما تايده غادي نحافظوا عليه واحد جوج ديال الاشجار تما نخليوهم ما نقلعوهمش غادي نخليو داك النوع اللي كاين تما زائد اشجار اخرى. كذلك في هذه المنطقه غادي يكونوا تما ممرات اللي غادي يؤديو من الامال الباكرين لتحت غادي يكونوا تما فضاء يعني ممرات غادي تكون حتى ذوي الحاجات الخاصه والولوجيات وغيكون كذلك تما مجموعه ديال الكراسة ومنطقه خضراء غادي يكونوا فين يجلسوا الناس غادي يكون واحد المدخل غادي يكون جميل جدا. ثم هنا تحت ساحه البريد بطبيعة الحال في كاين التغطيات ديال الناظور غادي يكون داك الجزء او الشمال جنوب البارد والبنك الشعبي تما واحد الممر هذاك غادي يفوت بحال الجيم بارك ديال سلامة ديك المدارة تفوت ما تبقاش تطلع من البنكة وتطلع الدور لا غتبقى تفوت تخرج شارع النصر غادي يكون تتم دالو تفوت لشارع النصر ومور البنكة الا شفتو تما واحد البيسة هي غادي تصاوب عاود تولي يعني خاصة للسيارات تفوت تحت راه كاين واحد المدارة هو بيت قاصد ديالها تما وديك المدارة اللي غتكون وربما المشاهدين الكرام اللي كيشوفوا فينا دابا غادي يشوفوا ذاك الخط ذاك الرسم اللي رسمناه هذاك اللي رسمناه مع الامن والمقاول تحدث تما غير باش ياخذوه كمعيار باش المقاول غادي يجي يشتغل داخل غادي تكون مداره اقل من ذاك الخط المرسوم الان غادي يكون واحد زوج متر منه وزوج متر ليه وزوج متر غادي يولي في واحد الديامتر ديالو ناقص زوج متر الى دابا الديامتر راه فيه 9 متر غادي يولي الديامتر ديالو غير 7 متر وغادي نوضعوا تما واحد دي بوردير هكا تروتوارات غنحطوهم تما نخليو واحد دي جو واحد 10 ايام ولا 7 ايام غادي الناس يلاحظوا الامن غادي يلاحظ واش فيها اخطاء واش فيها عمليه المراقبه فوالا غادي نشوفوا مزيان ثم مين غيطرق وناخذوا من الملاحظه ديال الساكنه وديال الامن وطبيعه الحال كاع المره الا كان ملاحظات غادي نحاول ناخذوا بهم باش نديروا واحد مدارات ما تكون جميله جدا ان شاء الله وتكون طرق للجميع. ثم حدا البارد تما غادي ديك الحديقه غيتصاوب ونمشيو للمدارات ديال كتسمى مدارات ديال سلامه هي معروفه مدارات سلامه الزايو هذيك غادي تاهل ويكون فيها فضاء ان شاء الله هذيك القهوه اللي راه كاينه تما ديال سلامه غادي تهدم ما غاديش تبقى حنا من نهيئوا الفضاء يتاهل غادي نشوفوا مع السي سلامه كذلك راني هضرت مع ولده باش يجي يدير واحد الفضاء تما يكون يليق بالمكان يديروا بحال داك الشكل اللي كيديروا ديال لي كيوسك يعني بالالومنيوم وكذا يدير تما بشكل قهوه ماشي مبنيه بالصور مبنيه بحال المفكك باللوح ولا بالالومنيوم ويكون واحد المنظر يليق بذاك المكان ان شاء الله. هذو هما عباره الفضاءات يعني حنا الفكره حاضره ديال الاخضرار لا لا موجوده بامتياز وكما قلت حنايا الفكره اللي جات ديال الاخوان مشكورين ديال نجعلها خضراء يعني الجماعه زايو منذ انطلاق ديال هذه الفكره ورحبت بها وغادي نخارطوا فيها يعني بكل الامكانيات اللي كنملكوها ولا اللي كتملكها الجماعه سواء في اليد العامله باليد العامله ولا بالاليات اللي عندنا ولا بالسقي كذلك الى اخره. ثم يعني انا بغيت كما قال السي مصطفى يعني السفح ديال سيدي عثمان ربما تكون عنده اولويه في نجعلها خضراء باش يعني المدينه ديالنا تكون محاطه بواحد الفضاء اخضر مزيان. عندنا ديك الاوديه اللي قال السي مصطفى حتى هي ربما تتشجر شويه عندنا بعض الشوارع هذا ما سبقوش الاحداث ولكن من يكونوا داخلين في الحمله غادي نحاولوا نتلاقاو ونديروا برنامج ونديروا بشكل بحال شكل اتفاقيات يعني غادي نشجروا هذا الشارع ولا هذا الواد ولا هذا بطبيعه الحال مع المجتمع المدني. سيدي نستغلوا الوجود ديالك انا باش نتكلموا في مجموعه المواضيع اللي كتهم هذه الحمله هذه نعرفوا احنا التشجير اهم عنصر فيه هو الماء
واش كاين شي فكره يعني خاصه اننا عندنا زيو يعني حباها الله بمجموعه من العيون المائيه في سيدي عثمان بعده اللي ممكن تستغل. وكذلك كاين ربما برنامج ديال مشروع ديال الجماعه ديال تحليه ماشي تحليل المعالجه ديال المياه العادمه واش ممكن تستغل في هذا الباب هذا؟ احنا يعني المدينه زايو امام النقص الحاصل في المياه، لانك تعرفوا بانه 99% ديال الماء اللي الاشجار اللي كنسقيوها في المدينه كنا كنسقيوها بالقناه الرئيسيه ديال الفلاحه اللي جايه ملويه بطبيعه الحال باستعمال السهاريج الموجوده لدى الجماعه، الامكانيات متوفره لديه. لكن مع ذلك ملي كتكون يعني الجفاف الساقه كتكون يابسه ملويه باش نوصلوا لها اول فيها شويه ديال الملوحه والى اخره. ثانيا فكرنا مع الوزاره ديال التجهيز والماء على اساس انه عندنا واحد المحطه ديال معالجه المياه العادمه هنا في جنوب مدينه زايو عند 5 قناطر. حاولنا ضغطنا شويه على الوزاره ورام طلقوا المشروع ديال الدراسه، يديروا الدراسه ديال جلب المياه من تلك المحطه، غادي يوصلوها لزايو، يعني المياه اللي كتمشي من حتى المحطه غادي تعالج تولي ترجع. أيه. كما هو الشان في الرباط وفي تطوان وكذا كيديروا التجربه كاينه بعد الموضوع. احنا كنا ضغطنا شويه في وزاره التجهيز والماء على اساس انهم يديروا هما الدراسه وهما يديروا التنفيذ ديال المشروع. الدراسة راه عطاو كيديروا حاليا راه كيشتغلوا على الدراسة، عطاو الصفقة لواحد المقاولة دابا راه كتخدم عليها. بمجرد ما تنتهي الدراسة غادي نحاولوا مع وزير التجهيز والماء هما يتكلفوا بالإنجاز ديال هذا يعني، أو نشوفوا مع وزارة الداخلية، هذو مشاريع كتمولهم وزارة الداخلية أو وزارة التجهيز والماء. حنا غير تكمل الدراسة إن شاء الله غادي نضغطوا عليهم ونحاول ما أمكن هذا المشروع نخرجوه للوجود. يعني لا وصلنا في هذه الفتره يعني في سنه 23 24 وهذا المشروع خرج للوجود، يعني غادي تكون مدينه زايو ما نقولكش تكون خضراء بل غادي تكون يعني 100% خضراء. لانه علاش؟ حنا غير الا شفتوا غير النباتات مثلا غير الازهار اللي كاينه في المدينه، الا لاحظتي ما عندناش الكازون في المدينه زايو بشكل ما كاينش كاع نهائيا. علاش؟ لانه الكازون كيحتاج بزاف ديال الماء، وحنا فين ما درناه فوقاش ما نقص شويه ديال الماء ولا كيبسن فحال لي رومبوان اللي عندنا في المدينه وكذا، كنا درنا الكازون ولكن لندره المياه كيبس. في حاله ما الا كان ان شاء الله في 23 ولا 24 وصلوا الماء ديال المياه العادمه اللي كاينه بعد المعالجه اللي وصلت لزايو، غادي نحاولوا نديروا لي جاردان الكازون ديالهم يعني يكون عندك الماء الربيع الاخضر. ذاكر الكازون كيعطي واحد كيوسع الدائره ديال المساحه الخضراء. لانه هو بمجرد ما تشوف واحد المساحه خضراء كلها كيتبان لك بانه المدينه كلها خضراء. نعم. اما ناحيه الاشجار وخا ديرها كل اشجار ما تبانلكش خضراء. نعم. هذا اذا سمحت لي هذا المشروع اللي كنشتغلوا عليه، ومشاو الاخوان سفح الجبل راه ممتاز، لانه احنا كجماعه كنشتغلوا على مشروع اخر. يعني تعبيد الطريق المؤدي الى سيدي عثمان وسيدي ساعود مرور بوسعيدات. نعم. هذا واحد المشروع اللي فيه كيلومتر تقريبا 900. حتى هو ملف ديالو عند وزاره التجهيز والماء. الاشكال اللي عندهم هما الطرق اللي جايه داخل المدى الحضري ما كيمولوهاش هما وزاره التجهيز والماء، ولكن حنا كنحاولوا مع وزاره التجهيز والماء باش يخلقوا ذاك المدار. على اساس ماذا؟ على اساس انه كاين فيه جزء في ولاد ستوت وواحد الجزء في ولاد داود السخاني، وغادي نحاولوا نربطوا هذا صعودا من عند المقبره ديال سيدي عثمان وتجي على سيدي ساعود مع هذه المنطقه تكون خضراء، غادي تعطي واحد تحيي المنطقه كامله، تحيي المنطقه كلها ان شاء الله. ولما لا تكون كاع سياحيه وكذا الى اخره. والى مشاو تداروا تعبيد الطريق ديال الاذاعه غادي تكون يعني منطقه سياحيه بامتياز ان شاء الله. اكيد غادي يكون احياء ان شاء الله المنطقه وحدة المدينه زايو ككل. شكرا بزاف لك سي احمد، ان شاء الله فرصه قادمه نستضيفوك في موضوع اخر متعلق بالشان المحلي.